ينضم إلينا مباشرة من عمان المستشار الإقليمي الأول للاستراتيجيات في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو الدكتور فاضل الزعبي. صباح الخير دكتور فاضل، وأهلا وسهلا بك معنا هذا الصباح. اليوم يعني هي الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الأمم المتحدة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بهذه المناسبة قال إن المنظمة تواجه أكبر اختبار لها منذ التأسيس، وأنها تأسست لمثل هذا اللحظات. ما رأيك، هل فعلا المنظمة اليوم على قدر هذا الاختبار؟ هل هي اليوم مجهزة وقادرة على مواجهته؟ صباح الخير. الأمم المتحدة للأسف الشديد خلال عملها منذ بداية تأسيسها خلال 77 عاما واجهت العديد من التحديات، حتى بعض التحديات كانت الأمم المتحدة مستهدفة من قبل بعض الفئات المسلحة ومستهدفة من قبل بعض الحكومات في عرقلة أعمالها. وهذه العرقلة كانت على صعيد وتحدي كبير، كانت على صعيدين: صعيد الدول المستفيدة وصعيد الدول المانحة على الجهتين. عدا عن أن الدول الأمم المتحدة أيضا تواجه تحدي آخر، هو محاولة بعض القوى وبعض الدول الكبرى استخدامها لتحقيق سياستها. لذلك كانت الأمم المتحدة في تنازع كبير بين أهدافها التنموية الإنسانية والتي تهدف إلى خير البشرية جميعا، وبين محاولات هذه الدول إما في تسييسها أو في السيطرة عليها أو عرقلة أعمالها من قبل بعض الدول الأخرى. أنا أرى بأن الأمم المتحدة استطاعت خلال 77 عام أن تحقق أقصى ما يمكن تحقيقه، واستطاعت أن تصل إلى نتائج كثير أفضل لو لم يكن هنالك أمم متحدة. يعني تتحدث اليوم عن معوقات في عمل المنظمة، تحديدا لها علاقة بدول نافذة داخلها تؤثر ربما على العمل التنموي وعلى أهداف الأمم المتحدة بشكل عام. ما هي الإصلاحات التي برأيك الهيكلية ربما في المنظمة التي يمكن تطبيقها ويمكن أن تساعد على تفعيل عملها على الأرض، ولا سيما اليوم فيما يواجه العالم سلسلة من التحديات الصحية والغذائية حتى كما تعرف يعني والجيوسياسية وغيرها؟ يعني هذا سؤال راح أعطي رأيي الشخصي البحث فيه حتى أكون منصف وأقدر أجاوب على سؤالك. الأمم المتحدة نعم بحاجة إلى إعادة هيكلة في آلية تنفيذ استراتيجياتها، بحاجة إلى أن تكون أكثر واقعية حتى في رصد أهدافها. يعني في 2015 لما وضعت أهداف التنمية المستدامة لغاية 2030 ووضع الهدف الثاني القضاء على الجوع والوصول إلى صفر جوع، هذا هدف يستحيل تحقيقه في ظل ما يستجد من تحديات، وفي ظل حتى التحديات التقليدية اللي هي النزاعات في العالم، التأثير المناخ، التذبذب الاقتصاد بين ركود ونمو. لذلك أنا يعني أرى بأن هنالك خلينا نسميه رغبة أو حاجة إلى إعادة الهيكلة في مجال التنفيذ والوجود على الأرض في الدول المستحقة لذلك. وعلى سبيل المثال الأمن الغذائي، عندما نتحدث عن الأمن الغذائي والجوع في العالم نرى أن أكثر من ثلثي الجوع في العالم هم في آسيا وأفريقيا. لذلك أنا أرى بأنه يعني مكتب آسيوي فقط مفروض يعالج هذه الأمور، ومكتب إفريقي فقط يجب أن يعالج هذه الأمور حتى نكون أكثر فعالية وأكثر وصولا إلى تحقيق الهدف. ولكن الدول النافذة بطبيعة الحال هي ليست الدول الأكثر تأثرا بالمشاكل أو التحديات التي يعانيها العالم. من مسؤول عن تطبيق هذه الإصلاحات التي نتحدث عنها؟ وبما أن التركيبة كما هي اليوم، هل تعتقد فعلا أننا قد نكون مقدمين عليها؟ يعني رأينا حتى بأزمة كورونا كيف أنه لم يكن هناك من استعدادات كافية ربما إذا جاز التعبير لمواجهة الأزمة، وكان هناك حديث عن ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية، اليوم التحديات زادت. أكيد زي ما تفضلتي، هنالك معوق أساسي أو عائق رئيسي باتجاه هذه إعادة الهيكلة هي التشريعات الموجودة في المتحدة والقوانين التي وضعت والتي من خلالها لا تستطيع أن تجري أي تغيير. على سبيل المثال مجلس الأمن الدولي والدول الخمسة اللي لها حق النقد لا تستطيع أن تغيره إلا من خلال مجلس الأمن، ومجلس الأمن أي دولة راح يتأثر
قوتها ونفوذها راح تستخدم النقد. لذلك هي عملية معقدة جدا. يعني على الأقل حصرت أنا جوابي بأنه خلينا نروح للجوانب التنفيذية حتى فقراء وجوع العالم يستفيدوا من الأمم المتحدة، والمظلومين في العالم يأخذوا حقوقهم، والغير متعلمين يصل لهم التعليم، على الأقل الخدمات الأساسية التي مكفولة بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبموجب العهد الاجتماعي والاقتصادي اللي وقع من كل الدول في عام 1966 كررت وكفلت هذه الحقوق. على الأقل الأمم المتحدة تكون الأداة التنفيذية للوصول إلى هذه الأمور. أما دورها في النزاعات السياسية رح يكون محدود ويخضع لغالبية آراء القوى اللي في مجلس الأمن. ولكن تبقى مشاكل تؤثر على العالم برمته. اليوم مشكلة التضخم على سبيل المثال وارتفاع الأسعار هو تحدي يؤثر على كل البلدان. حضرتك مستشار لدى الفاو، كيف يمكن اليوم للأمم المتحدة أن تلعب دورا في مجال تعزيز الأمن الغذائي والمساعدة في الحد من الفقر وسط تحديات اليوم متعلقة بالأزمة الأوكرانية وأيضا تغير المناخ الذي بدوره يهدد الأمن الغذائي؟ نعم، يعني لذلك منظمة الأغذية والزراعة المتحدة وضعت هذا الهدف الاستراتيجي واضحا أمام الجميع، ليس فقط تقديم الإغاثة الفورية العاجلة اللي هي مطلوبة طبعا، وإنما العمل بشكل وبخط متوازي من أجل إحياء واستدامة التنمية الزراعية في كل هذه الدول حتى تستطيع هذه الدول أن تستغني عن الاحتياجات الغذائية في المستقبل. ووضعت رؤى وخطط كثيرة عندما نتحدث عن تحويل النظم الغذائية في العالم وإدخال هذه التكنولوجيا إليها لمقاومة حتى تستطيع هذه الدول مقاومة وتكيف مع المناخ، حتى تستطيع هذه الدول زيادة الأثر الاقتصادي والاجتماعي للغذاء في دولها. هذا كل ما تفعله منظمة الأغذية والزراعة المتحدة الفاو، واللي صادف تاريخ تأسيسها قبل 9 أيام تقريبا، يوم 16/10 برضو عام 1945. وهذا يبين بأن هو سبيل الأنجع لمعالجة وتحقيق الأمن الغذائي أن يتم الاهتمام بالتنمية الزراعية المستدامة سواء قصيرة المدى أو متوسط المدى في العالم. على كل حال الأنظار ستكون مركزة خلال يعني الوقت الراهن وحتى في المستقبل على أداء الأمم المتحدة فيما يتعلق بالعديد من التحديات بانتظار تطبيق هذه الإصلاحات الهيكلية التي تتحدث عنها. شكرا جزيلا لك من عمان، المستشار الإقليمي الأول للاستراتيجيات في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الدكتور فاضل الزعبي.